21 مرة مصر والمغرب اتقابلوا في كل البطولات. مصر كسبت مرتين 2 بس، والمغرب كسبت 11 مرة وتعادلوا 8 مرات. ماتشات كتير كنا بنبقى احنا الاحسن والافضل، وبرضه المغرب هي اللي بتكسب. فرص كتير بتضيع وكأن الكرة راكبها عفريت. بيقولوا ان المغرب بتكسبنا بالسحر، وان السحر المغربي لا يعلى عليه. شوفوا الحال وصل بينا لحد فين. وصل بينا اننا بنصدق في الدجل والخرافات والسحر. طب هنشوف، يلا نشوف هنفك السحر ازاي. فكوا ازاي يا عم انت. بصوا احنا رحنا السحر قبل ماتش مصر والمغرب عشان يفك لنا السحر اللي ايه المعمول للمنتخب بتاعنا. تمام تمام. وقال لك لازم 20 مصري يقولوا كلمه حلوه للديك في ودنه عشان خاطر عشان خاطر السحر يتفك. لا السحر قال لازم ينطق. ده كده انت في وشي. انا عشان مصر تكسب يعني. عشان مصر ابوسه كمان. جامايكا ان شاء الله هنكسب جامايكا. قول له ان احنا هنجوزك. خلاص هنجوزك. بس هو متجوز هو. انت عرفت ازاي؟ ما هو بصي عامل ازاي؟ حالته تعبانه خالص. فرخه هي بس مجهده شويه. انما الفرخه قدام حضراتكم اهي. ده الفل. اديك انت لازم تقول له كلمه حلوه ويتبسط كده، نحس انه مبسوط. اسمع كمان زغزغه. يعني بحبك يا ديك، بعشقك يا ديك، اهلا بيك، نتعرف بيك، ده احلى ديك يا ديك. الواحد اللي ما اتولدش فرخه. كنت هتعمل ايه يا لمبي؟ كنت قال له عبيد وخلاص. ديكو ديكو يبقى برابيرو، ديكو ديكو يجيب كتاكيتو، ديكو ديكو نجري على المغرب نغلبها، وديكو ديكو ديكو ديكو. ايه رايك كده مصر هتخسر؟ اقسم بالله. فانت ايه، حاول تمسك نفسك. ديك بيدا كوكو كوكو في الفجرية. انت سرمسي يا بزغزغ. السحر اتفك. وما فيش اصلا سحر والكلام ده، بس هو احنا نلعب برجولة واللعبة تلعب برجولة، وعن زي الماتشين الاخرانيين وهنكسب ان شاء الله. يا جماعة العملية متبقاش كده، هي العملية اجتهاد ونصيب. اجتهد اكسب، ليك توفيق ربنا يكسبك. لو عملتي، لو جبتي 100 ديك او 100 لا 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 غلط. مطلوب الفرخة يا بنت بنوت، مش جاية وعلى كتفها كتكوت. مطلوب الشغل تفرخ تملى تبيض ولا تقل تاخد تنام، لازم يكون عليها دبوس بخير ومقلبص مش مفعوص، صدر يكون سنة تخين والوسط مع 36. مفيش ده كل ده ما اتكلمش. طب ايه؟